كانت سنوات صعبة تلك التي مرت بها مصر خلال العقد الأخير، رغم كل محاولات التشويه والتضليل التي جاءت ضمن حملات لتشويه مصر واستهدافها سياسيا واقتصاديا، إلا أن ذلك التاريخ عصي على التزوير، فالوقائع شاهدها جميع المصريين بل وكانوا مشاركين فيها، فهم الصناع الحقيقيون لهذه اللحظات الفارقة. كان مجيء الإخوان وسط حالة من الاضطراب والفوضى سادت مصر، ثم رحيلهم بثورة شعبية عارمة لتدخل مصر حالة من الاستقرار التدريجي ثم الازدهار. كان سقوط حكم الإخوان على يد الشعب حتميا، فلم يكن لدى الجماعة أي فكرة عن إدارة الدول. قعدت مع كل الناس دي قبل الانتخابات بتاعة 2012 واسألهم هتعملوا في مشكلة التعليم، الصحة، الإسكان، في الأزمة الاقتصادية اللي موجودة. والله العظيم ما لقيت إجابة. هذا التاريخ ووقائعه الثابتة أجبر حتى خصوم مصر على الاعتراف بالحقيقة أن الإخوان سقطوا بسبب فشلهم وافتقارهم لأي خبرة، وهذا ما أقر به صديقهم القديم وأحد أبرز داعميهم. صار اجتماع عندي هنا في الدوحة بين الأمريكان وبين إدارة مرسي، بعد ما خلص انصدمت، جماعة اللي جايين من عند مرسي ساكين، يعني تخليهم على دكان أو شيء. وهنا يظل السؤال مطروحا، لماذا استمر الدعم الإعلامي والمادي للإخوان بعد سقوطهم، رغم إدراك هؤلاء الداعمين أنها جماعة فاشلة ولا تصلح للحكم؟ طب يا حمد يا بن جاسم، أنت عارف إن هم ما يديروش دكان وإن هم مساكين، ليه قعدتوا تدعموا قنوات تتكلم عن الشرعية 5-6 سنوات؟ ليه بدل أنت عارف إن هم غير صالحين للحكم؟ تتواصل لحظات الصراحة والصدق مع النفس باعتراف حمد بن جاسم أن هناك أموالا كانت تدفع كي تستمر هذه الحملات التحريضية على مصر وغيرها من دول المنطقة. في صحفيين كانوا على البيرول مالنا، شلون كنا ندفع لهم، يعني نشرهم كل سنة، وفي ناس لهم مرتبات. تصريحات بن جاسم عن فشل الإخوان تتسق تماما مع تصريحات مسؤولين غربيين أقروا أيضا بتلك الحقيقة. مورسي simply didn't know what he was doing with a group of very isolated inexperienced advisor. Many in the US government got fed up with him because he was arrogant and incompetent and isolated. بل وأقر هؤلاء أيضا أن الإخوان سرقوا ثورة الشعب المصري. And those kids in Tahrir Square, they were not motivated by any religion or ideology, and then it got stolen by the one single most organized entity in the state, which was the Brotherhood. أما حديث بن جاسم عن اتصالات مع الإخوان والاجتماع السري الذي رعاه في مكتبه بين وفد من الإخوان ووفد أمريكي، فهو يدينه ويؤكد صحة ما ذهبت إليه محكمة النقد المصرية في حكمها الصادر في سبتمبر عام 2017 بإدانة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر وطلبها من النائب العام التحقيق في دور حمد بن جاسم في ذات القضية لدوره في ارتكاب أفعال ووقائع بهدف الإضرار بمصلحة البلاد الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد. حصلوا على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلصوا الوثائق السرية بقصد تسليمها إلى المسؤولين بهذه الدولة. إجمالا لم تكن مصر بحاجة لتلك الشهادات، فالجميع يعلم حقيقة ما جرى، وتلك الوقائع عايشها المصريون يوما بيوم حين كادت أكبر دولة عربية تسقط في الفوضى لولا يقظة شعبها وخروجه في اللحظة المناسبة لوضع حد لذلك الانهيار.